آخر نوع أو خامس نوع الـ Acts of Services. أي حد بيحب المساعدة، بس في ناس اللي هي بيبقى عندها زي كده، مثلا لو أنا بعرف أرجع أعمل أكلي ساعة لما بكون راجع من التمرين، بس لما مراتي بتعمله لي ده عندي أحسن من 100 خروج، أحسن من 100 هدية، أحسن من أي كلام. ليه؟ علشان أنا اللغة بتاعتي اللي أنا بحب أتحب بيها is the acts of services. حاجات صغيرة مثلا زي أن أنا أساعد ابني مثلا وهو مزنوق شوية في الواجب، لو هو صحي متأخر. ليه بقول أن هو مزنوق؟ أن أنا ما عملوش الواجب عشان ما خليهوش أن أنا طول الوقت ما خليه أن هو مش معتمد على نفسه، أو صحي متأخر شوية صغيرين ديوتو أن هو كان تعبان شوية في التمرين اليوم اللي قبله، أساعده في أن احنا نعمل السرير. خلاص هو بيعرف يعمل سريره، بس أنا بشيل من عليه service او acts، ان انا بديله act of service، ان انا بشيل عليه حاجة من الحاجات اللي هو المفروض يعملها في يومه. اي نعم هو بيعرف يعملها، بس انا لما بشيلها من عليه ده فعلا بيحسسه بان انا I care، او ان انا بحبك، او ان انا عايز ان انا اساعدك، او ان انا حاسس بيك. ساعات كتير بيبقى الواحد بيبقى بيقول لا انت لازم تصحى، انت اللي هترتب سريرك، لا انت اللي هتعمل الواجب. ده بيخلق اندبندنس وبيخلي الطفل بيبقى بيعرف يعتمد على نفسه، بس بيبقى عنده شوية احاسيس بتاعة نقص في الحتة بتاعة الحب، علشان هو المساعدة دي هي دي لغة الحب بتاعته. فلازم from time to time ان انا اساعد في الحاجات اللي هو بيعرف يعملها، علشان احسسه ان انا حاسس بيك، وان انا بحب ان انا اساعدك، وانا واثق فيك ان انت تعرف تعمل كده، بس انا بساعدك عشان بحبك. اللي عايز اقوله لكم، واللي انا يعني بسطت جدا 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 لما عرفته، ان الاطفال بيقدروا كل حاجه انتوا بتعملوها لهم وهم صغيرين، بيقدروها لما بيكبروا وبيعرفوا قد ايه انتوا بتحبوهم، وقد ايه انتوا كنتوا بتساعدوهم، وقد ايه ان انتوا كنتوا بتحاولوا ان انتوا تعملوا لهم كل حاجه حلوه. دي يعني من واحد ما بيبقاش مستنيها، بس لما بيعرف ان هو الطفل فعلا قدام هيحس ان هو ازاي انا كنت بحبه وهو صغير، وازاي انا وصلتها له، ده بيخلي البني ادم ان هو يخرج ويعمل حاجات هو ما كانش ناوي ان هو يعملها، او ان هو بيحاول ان هو يطور من نفسه علشان فعلا يعرف يطلع أطفال أو جيل سوي وفاهم وعنده مشاعر وعنده أحاسيس، ما عندوش عقد نقص وكلاكية أو بلاوي من سودة من حرمان هو شافه من هو صغير. الـ Acts of Services دي سلاح ذو حدين، لو عملناها زيادة عن اللزوم هيبقى فيها دلع، فلازم نبقى واخدين بالنا طول الوقت أنا بساعد بإيه فأنهي سن. يعني مثلا الطفل الصغير اللي هو عنده 3-4 سنين اساعده في ان هو يلم اللعب بتاعته ويدخلها جوه البوكس علشان انا بليد باي اكزامبل، بس اللي عنده 10 سنين مش هقعد المله اللعب بتاعته كل مرة او كتير. فعشان كده لازم نبقى واخدين بالنا من الايج والسيرفيسز اللي انا بعملها للاطفال، علشان ما تخلقش اطفال مدللين طالبين المساعدة في كل حاجة. أطفال محتاجين إن إحنا على طول يبقوا حاسين إن إحنا بنسبورت، إن إحنا في ظهرهم، إن إحنا موجودين، إن إحنا هندافع عنهم. عايزين على طول يبقوا حاسين إن ليهم ظهر. فتعالوا ناخد كده شوية تيبس من الكتاب إن إحنا نعرف إزاي نبقى ظهرهم بجد من غير ما ندلعهم زيادة عن اللزوم. آخد أولادي لحاجة خيرية، مثلا زي اطعام، زي تحضير شنط بتاعة رمضان، زي مثلا كسوة الشتاء، زي مثلا اعانات لغزة. ده لما الطفل هيجي حاجات ويشارك في حاجات من دي من وهو صغير، اوتوماتيكلي هتخليه طفل قدام معطاء، وهتخليه بيعمل كده لما يكبر. احاول ان انا ساعة لما يقول لي ساعدني كتير، عادة لو انا ما ساعدتوش هو هيلاقي طريقة ان هو هيعمل بيها الحاجة، بس لما انا اقوله لا انا مش هساعدك، اديله الاهتمام، ممكن اديله شوية جايدنس، بس ما عملهالوش لغاية الاخر، او ما عملهالوش كل مرة بيطلبها مني، علشان ما دلعش او ما يبقاش سبويلد زيادة عن اللزوم. فعشان كده اتابع
يعني لو طلب مني مساعدة وانا مش هساعده فيها، ها عملنا ايه؟ طب خلصت؟ طيب انت شايف ممكن تتعمل ازاي؟ طب ايه الحاجة اللي احنا عرفناها ان احنا ساعة لما عملنا الحكاية دي؟ لازم على طول يبقى حاسس بالحب وان انا مهتم بيه. انا مش بنفضل لك علشان اسيبك او انزلك من على ودني، لا، انا بقول لك لا علشان انا عارف وواثق فيك ان انت هتعرف تعملها وهتابع لغاية لما تعرف تعملها، ولما هتضلم معاك هساعد. لما يكون مثلا ابني عنده امتحان ما ذاكرلوش كل مرة بس ممكن يراجع معاه قبل الامتحان، اساعده مثلا في الحتة اللي هي بتاعت ان انا بوديه التمارين وان انا بعلمه ازاي يبقى كوميتد وان هو يبقى ديسيبلين. الاكس دي كلها بتبقى مهمة في تكوين الشخصية بتاعت الطفل. في النهاية يا جماعة عايزين يعني عايز اقول لكم ان التربية بتاعت الاطفال حاجة ممتعة جدا. هي حاجة ممكن تحصل اوتوماتيك من غير ما الواحد يبذل فيها مجهود، بس كل ما الواحد لبى الاحتياجات بتاعت الطفل، الطفل هيطلع سوي اكتر واكتر. ليه؟ علشان الواحد ساعة لما بيبقى محتاج حاجة، بيحتاج مثلا لو رايح الجامعة فانا رايح اكسبكت ان انا اتعلم، رايح الشغل اكسبكتد ان انا هشتغل وهقبض في اخر الشهر، رايح مطعم اكسبكتد ان انا هطلب اوردر وهيجيلي. هي الاطفال بيبقوا اكسبكتنج مننا حب، مشاعر، وفي نفس الوقت تقويم. فعشان كده مهم جدا 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 ان احنا نملى عندهم معايير الحب والحنان من وهم صغيرين عشان الاطفال ما يبقاش عندهم نقص او عندهم عقد لما يكبروا. الاطفال عندهم احتياجات يا جماعه من مشاعر، من احاسيس، من عطف، من حنان، محتاجينه من اهلهم ومن وهم صغيرين. الحاجات دي لما بتكونش موجوده بتظهر في شكل عياط، بتظهر في شكل زعل، بتظهر في شكل anger bursts وعصبيه زياده عن اللزوم، وممكن تظهر في امراض عضويه اكبر من كده بكتير. فعشان كده لازم نبقى مركزين مع اولادنا في ان احنا نكون معطائين للحب والحنان من وهم عندهم او من وهم في سن صغير. واحد ممكن يحسن الايموشنال ستيت او الحاله العاطفيه عند الاطفال بان هو بيتكلم معاهم بالطريقه اللي هي بيحبوها. فلازم نكون واخدين بالنا طول الوقت، علشان لو انا مثلا ابني بيحب ان انا العب معاه باللعبه، مهما قعدت وخرجت معاه عملت كواليتي تايم، ده مش هيوصل له حبي ليها. في نفس الوقت لو انت بنتك مثلا اللوف لانجويج بتاعتها ان انت تحفزيها وتقول لها words of affirmation كتير، لما هتيجي تديها مثلا نوع تاني من الحب زي acts of services، ده مش فارق معاها، مش هو ده الحب اللي هي مستنياه منك. فعشان كده لازم على طول نبقى بندور على الحاجات اللي ولادنا بيحبوا يتحبوا بيها او بيتبسطوا لما احنا بنعملها لهم. طيب الحاجات اللي احنا هنعملها في الاخر خالص علشان نعرف اولادنا اللوف لانجويج بتاعتهم، علشان نبدا نقويها ونبدا نبنالهم المعايير اللي احنا بنتكلم عليه، لازم احلل واشوف امتى اولادنا بيبقوا في اسعد حاله، ايه الحاجات اللي انا بنعملها بتسعدهم جدا. ممكن نسالهم دايركتلي، ايه الحاجات اللي انت بتحس ان انت بتتحب لما انا بعملها لك، او ان انت بتحس ان انا بحبك، او انت بتحسي ان انا بحبك لما بعملها لك. او اعمل تيست اسهل، اقدم الخمسة 5 languages of love واشوف هو او هي ايه اكتر واحدة فيهم هتتبسط لما اعملها، فهتبقى هي دي الدوميننت.